النهارده انا فطرت كحك وبسكوت احتفالا بعيد الفطر، واتغديت فسيخ عشان طلع من رمضان، وعايز اتعشى بيض مسلوق عشان شم النسيم اللي فاتني، واللي خلق الخلق انا ما ناقصني غير اللي انا قبل ما افكنه صماله احتفالا بعيد العمال. طب بمناسبة الأكل، يعني أنت ما بقتش بتعزمني على الأكل بره خالص. معلش ما بخرجش مع ستات متجوزة. بس أنا مراتك. آسف مفيش استثنائيات. طب يا حبيبي، إيه أكتر حاجة عجبتك فيا؟ جسمي الرشيق ولا وشي اللي زي البدر ولا عيوني الفاتنة؟ خيالك الواسع.